مساء الخير، مساء النور، صحية طيبة لكل أوفياء. أنا مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج حسن نفسك مع الأستاذ فؤاد فرقاني الإدريسي، متخصص في العلاج بالرقية الشرعية والطب النبوي. مازال مواصلين معكم أكيد إن شاء الله في حسن نفسك. أرقام التواصل المفتوحة لكم 0522-1030-0522-1030-1030 أو على 55-60. دائما تم الإس إم إس هو 6 دراهم. ممكن تواصلوا معنا من خلال الفيسبوك، دائما صفحة شدا إف إم أو صفحة حسن نفسك. كذلك كنوجه تحية كبيرة لكل أوفياءنا، كل الجاليه المغربيه والعربيه اللي متابعينا من خلال لو سيدينا تخوض بالفيب واش دايف ام بوان نت او بوايما. اذا السلام عليكم استاذ، اول مرحبا. السلام، مرحبا بك سلمى اختي. اذا استاذ، اخترنا اليوم ان نتكلم على موضوع مهم جدا حول الرقيه الشرعيه، وبالضبط يعني المرضى، يعني واش صبحات الان الرقيه بالنسبه للمرضى رحمه او تعذيب؟ لان من خلال البرنامج اكيد سمعنا الحالات وشاهدنا حالات. ان مساك المرض وكيمشي عند الراقي او بعض الرقاه باش ما نعموش، كيمرضوهم اكثر. يعني هما كيمشيو كيما ذكرنا طلبا الرحمه وطلبا الشفاء، فكيمشيو كيتعذبوا اكثر، ربما كيتزاد يمرضوا اكثر، يزيدون غير ذلك، وكيزادوا عندهم امراض اخرى جانبيه، يعني اكثر من المرض اللي عندهم. اذا اليوم غنطرقوا لهذا الموضوع، غنتعرفوا عليه اكثر معك استاذ الادريسي. ارقام التواصل مفتوحه لكم 0522-1030-0522-1030 او على 5566 او من خلال فيسبوك. مرحبا بكم معنا. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام الاتمان الانواران الازهران على اشرف المخلوقين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، أختي سلمى، يعني هذا السؤال ديال هذا الموضوع ديال هذه الحلقة اليوم اللي تناولتيه هو جيد إن شاء الله، ويعني وأرق مضاجعنا جميعا، يعني وأقول وبالله التوفيق. يعني لما كنت كتبت يعني كتابي، والذي دفعني إلى كتابي هذا أو تكليفي هذا الكتاب الذي يتكلم عن الرقية، وعنونته تحت عنوان تلبس الجان بجسم الإنسان، الحقيقة الضائعة بين المرضى النفسيين والرقاة. فيعني كنت بادئ ذكرت يعني في الصفحة الأولى وقلت بالتفصيل: لقد أقضت مضجعي قضية مؤلمة وقصص مأساوية ليست من نسيج الخيال، بل من واقعنا المعاش، من واقعنا المعاش. أبطالها أناس من بني جلدتنا، طغى عليهم حب الدنيا والمادة وظلام جهل يتخبطون فيه، فعبتوا بأرواح الأبرياء وعقولهم، فوسد بعضهم الترى، ومن نجا من الرضا احتفظ مجبرا بتضاريس نقشت على روحه وبدنه لتشهد على ما حدث مدى الدهر. كسرهم المرض أختي سلمى، فأتوا خائفين يحدهم الأمل طلبا للعلاج والرقية ممن توسموا فيه التقى والصلح، فوجدوا جلادا لا يرحم قابلهم بالضرب المبرح والإهانة، فضلا عن كثير من التجاوزات الشرعية والأخلاقية، فأصبحوا كالمستجير من الرمباء بالنار. فهذه فتاة تفارق الحياة نتيجة التعرض لضرب المبرح في جلسة رقية، وطفلة، نعم أختي، وطفلة تموت حرقا بالنار بطلب من الراقي كي يحرق الجني الذي استوطن بدنها، وجلسات صعق كهربائي تنتهي بإزهاق روح المريض أو شلل أعضائه، خنق وركل بالأقدام، كل هذا يمارس من بعض الرقاة، يعني ولست أعمم، على المرضى بزعم إرهاق العارض وإجباره على الخروج من البدن، برغم أن جلسات كهذه غالبا ما تنتهي أختي سلمى بخروج المريض من الدنيا أو دخوله للمستشفى بعهات. ونحن في زمن كثر فيه الجهل وادعاء العلم وترك فيه الحبل على القارب، فأصبحت الرقية مجالا مفتوحا أمام الجميع، الصالح والطالح، العالم والجاهل، بالإضافة إلى جهل العامة. وأحمل مسؤولية وقهر المرض وغياب الآلية المراقبة والمساءلة، فكثرت انتهاكات وكوارث بعض ممارس الرقية. ولا أجانب الصواب أختي سلمى إن قلت أن الرقية باتت مهنة تحصيد الأرواح كما تحصد الملايين. ترى ما مشروعية الضرب، أتساءل هنا أختي سلمى، ترى ما مشروعية الضرب أثناء الرقية خاصة بحق النساء؟ ولما يلجأ بعض الرقاة لها طالما يملكون ما هو أشد من الضرب، ألا وهو القرآن الكريم.
إذا قلت سالفا يعني لما نضرب المريض؟ وبإمكاننا ولدينا يعني ما هو أقوى من ذلك؟ هو كتاب الله عز وجل. فإذا سلمنا يعني هناك جن فإنما يستجيب بكتاب الله عز وجل. وإن كان الضرب الأخرى التي ينتهجها بعض الرقاة يعني ضعاف الفهم قليل الدراية قليل منهجية في هذا الباب يعني فلما يستعملون؟ إذن عندهم يملكون كتاب الله عز وجل. وإذا سلمنا أن الجن موجود فإنما يستجيب الجن بكتاب الله ليس بالضرب. وإذن فكل واحد منا يعني يضرب أخاه إذا كان مصاب أو أخته أو زوجته وانتهى هذا الأمر، فلا يلزمون الذهاب إلى الراقي كي يرقينا. المسألة إذا توقفت على الضرب فكل واحد يضرب الآخر. بالتالي أقول أختي سلمى، تناقلت وسائل الإعلام مؤخرا ما فعله أحد الرقاة بإحدى المريضات من صعق بالكهرباء أدى لوفاتها حتما، مما يعني استعادة ذلك الجدل القديم حول حقيقة المس والتلبس، والذي لم نخرج بحل بشأنهما بسبب دخول صراع العقل والنقل على الخط، وتحولها من مسألة جزئية إلى رمز لقضايا كلية ككثير من جدالاتنا التي تحمل نفس الصبغة. أي أن هناك تقديما للعقل على النص يراد فرضه من خلال هذه المسألة، وأن الإصرار على هذه المسألة وأن الإصرار على القول القديم به نوع من الوقاية ضد العقلانية أختي سلمى الوافدة، في حين أنه بتجريد المسألة وإخراجها من حلبة الصراع إلى حلبة البحث والنظر سنجد أن هناك نقطة يمكن الالتفاف حولها، وهي إنكار الدخول العضوي للجان في بدن الإنسان، والتي يتحول مع المريض إلى مسخ يعني هكذا لا يشعر بما يدور حوله، وأن المضروب في حال الرقية هو الجان وهو الذي يتألم وليس الإنسان. فهذه هي النقطة الجوهرية التي يجب أن يدور حولها البحث، لا المس ولا التلبس بهذا الإطلاق. وحق يعني كل شيء الرقاة خصهم ينضموا في هذا المضمار، ونحاولوا يعني كيفاش نخرجوا يعني بشيء بديل للناس المرضى ونحلوا النفسية ديالهم ونعطيهم الدواء. كتقول دائما أستاذ سمح لي، نعم أختي، كتقول دائما أن المريض ما خاصش نقول ليه شنو عنده، اللي هو جاي طالب الشفاء علاش نقول ليه؟ جزاك الله عنا خير. نعم هكذا أحسن الله إليك أختي. ولا التلبس بهذا الإطلاق، فكأن الخلاف حول معنى المس التلبس وليس في وجودهما. فنحن وإن أثبتنا التلبس والمس إلا أن هذا لا يعني أننا نثبت الامتزاج ليصبح المخلوقان مخلوقا واحدا كما يدعي الرقاة صراحة وأوضما، وأنه بعد أن يشفى المريض ويرى أثر الضرب على نفسه فيسأل من أين هذا فيخبر أنه من جراء عملية إخراج الجان. فهذا هو الذي لا يمكن إثباته لأنه نوع من الأسطورة، بل يصبح معها نفي مسؤولية عن جميع تصرفاته قبل العلاج لأنه لم يكن هو المتصرف. وهذا التعذيب وهو ما جعل الموضوع يطفو على السطح، ولولاه لأصبح موضوعا فكريا بين المختصين، بل ولا يهم كثيرا إثباته أو نفيه، بدليل أن الخلاف حول الإصابة بالعين أقل، بل ربما يكون هناك اتفاق بشأنهما لأنه لا يصاحبها دعوة الامتزاج والتحول، وأن هناك جان لا بد من إخراج بالقوة الجبرية وإنما مجرد التأثير الخارجي، إن ذلك الاندماج على الإنسان من بعيد. فهذا قد يحصل في حال التعذيب، فإن المريض هو الذي يعذب لا الجان، لأنه خارج، وسواء شعر به أم لم يشعر به لأسباب عضوية. فطالما أننا اعترفنا أن الجن مخلوقات وأنها موجودة فالتأثير إذن موجود، فسائر المخلوقات يؤثر بعضها على بعض، لا ننكر هذا أختي سلمى، بعد مثل ما تؤثر الميكروبات على الإنسان. وطالما أيضا أننا نعترف بالوسوسة فإنه يتعين علينا أن نعترف بالتأثير لأنها تأثير، ومن يثبت الوسوسة لا يثبت تلبسا. وأنا يعني أميل إلى هذا القول وإلى هذه الطريق، وإنما يثبتها تأثيرا عن بعد. فكذلك التلبس والمس فهما وسوسة بدنية لا دينية، فهي التي تحصل بها أدية الإنسان أو إعطاؤه معلومات غريبة يتحدث بها. وهذا هو معنى قول من ينفي التلبس أن تأثير الشيطان قاصر على الوسوسة فقط. فالوسوسة هنا وفق هذا المعنى الواسع لا أنه يراد به صرفه عن العبادة أو تزيين المعصية. إذن يعني وقفت عند الحد أختي سلمى حتى لا يقول لنا قائل، وقد يعني جاء مالك رحمه الله يعني إمام مالك فقال له يعني هل تصير المرأة حبلى؟ قال لا،
وسد هذا الباب إلى يومنا هذا مسدود. هذا الباب في الفقه عندنا يعني مسدود. وإذا جاءتنا واحدة حبلت من الزنا وقالت ولدته مع جان، إذن يعني تصرفاتها الشنيعة يعني أرجأتها إلى الجني. وكم سمعت هذا، وكم سمعت أتتني حالات يعني هكذا لا سمح الله وقعوا في أخطاء. الجن سمعت أتتني حالات يعني هكذا لا سمح الله وقعوا في أخطاء. الجن هو اللي وقع وصلها سليمة كي لا يشعر الأقارب أتتني حالات يعني هكذا لا سمح الله وقعوا في أخطاء. الجن هو اللي وقع وصلها سليمة كي لا يشعر الأقارب أتتني حالات يعني هكذا لا سمح الله وقعوا في أخطاء. الجن هو اللي وقع وصلها سليمة كي لا يشعر الأقارب وتشربوا وشربوا وقفوا أختي عن حالات. نعم. يعني حتى يعني نكونوا مع المستمعين يعني كنا وعدناهم نعم كنا وعدناهم يعني في الحلقة السابقة باش غادي نكملوا القصة ديال مريم ويونس وكذا. نحن ما زلنا عند وعدنا، ولكن كلما يعني كانت لنا واقعة وحادثة ونحن يعني في هذا الإذاعة كيسألنا شي واحد على هذا فيعني نتناول هذا الموضوع يعني نتناوله موضوع حادثة وقت لا أقل ولا أكثر، فغادي نرجعوا للمسائل الأخرى إن شاء الله. واضح. وافتحي المجال إن شاء الله. أكيد دائما أرقام نصح لكم على 0522 36 10 36 على 5 5 6. ناجية من رباط، السلام عليكم ناجية. السلام عليكم. وعليكم السلام ناجية، مرحبا. أنا ممكن عفاك نهضر مع الأستاذ؟ تفضل. عفاك أستاذ، أنا دائما تنبقى حلم أحلام خايبة في الليل. نعم. ودائما تنحلم هكا ناس كتجامعني هكا في الليل، كل مرة كتجيني في الشكل. نعم. وما عرفتش أموري كلها هكا، أمور ديال الزواج هذه دائما معكسة ما عرفتش مناش. خير إن شاء الله. هاد المنامات تتكرر يعني بكثرة؟ المنامات كتكرر كل مرة. نعم. يعني مرة 15 يوم، مرة شهر، مرة خير. كل مرة كتجيني. خير إن شاء الله. ودائما أنا مكتئبة، دائما كتكون عندي مثلا شي هضرة ولا تعرفت على شي شخص ولا هذا وجهي كيتبدل. نعم. ما عرفتش. يعني أنت كينتابك الخوف وكذا وهكذا. ودائما أنا مضغوطة في نفسي. نعم خير إن شاء الله أختي، خير إن شاء الله. لا ان شاء الله. اذا غيجاوبك الاستاذ ممكن نعم انا معك. عفاك ممكن نعرف المقر ديالكم فين في كازا؟ ان شاء الله نجاوب لك السؤال وغادي نعطيك ان شاء الله باذن الله. تفضل الاستاذ. مرحبا. الاخت ان شاء الله تلزمها رقيه ان شاء الله شرعيه، يعني تكون قائمه بذاتها يعني عند متخصص ويوقف معها ان شاء الله ويكون لها خير ان شاء الله. بالنسبه اختي دائما اقول للمستمعين راه كترجعوا للاذاعه وكيعطيكم الرقم ديال الهاتف اللي بغى يجي مرحبا، والرقات راه موجودين، واللي بغى يجي عندي الف مرحبا. ثم بالتالي نظرا للاذاعه غير باش كتساعدوها راه كيكون الخطوط عليهم بعض المرات راه ماشي ما كيجاوبوش، كتقولوا لا راه كيجيبوا كل واحد راه مساك مجندي لهاد المساله، ولكن ملي كيكون عليهم الضغط راه ممكن ما يقدروش يجيبوا في البلاصه. فبالتالي عاونوا انتما اللي دخل على اليوتيوب ودار عنوان مركز فؤاد فرقه الادريسي راه غيلقى الضاله ديالو تما، يلقى العنوان ومواقيت العمل ان شاء الله. مرحبا. الاله من مراكش، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا سي عبد الاله. دايرين بخير السيده؟ الحمد لله بارك الله فيك. شكرا. كنشكروا هذاك السيد اللي معك الدكتور. الله يطول عمرك استاذ سيدي فاضل استاذ. مرحبا. امين امين امين. اللهم اجزي عنا خير، الله يجزي بخير، الله يرحم لي من قراه. امين يا رب العالمين. الله يرحم والدينا استاذ، بغيت نسولك الله يجزي بخير. نعم. اشنو السبب ديال 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 الخوف المتكرر؟ نعم سيدي. يعني الانسان اللي كيخاف يعني ماشي ديما، ولكن كتحس ان بواحد الخوف مع العلم ان ما لا مشاكل لا والو ما. نعم. نعم. هذا الشيء كيتكرر مره مره. نعم. وبغيت نسولك دكتور الله يجزيك بخير، شنو الفرق ما بين هذوك الاحلام الانسان، واش الحلم ديال الانسان اللي كيصلي؟ نعم. واش هو الحلم ديال الانسان ما كيصليش؟ نعم. واش الحلم ديال الليل قبل من الفجر؟ نعم. واش هو الحلم ديال مثلا ما وراء الفجر او مثلا النهار؟ واش الحلم ديال الانسان اللي على جنابه؟ نعم. والانسان اللي طاهر؟ خير.
خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. ان شاء الله عبد الاله مراك شكرا لك. اذا بالنسبه للمساله ديال الخوف، نعم الخوف اولا، بالنسبه للمساله ديال الاحلام يعني احنا ما عندناش ان شاء الله، ربما يعني ولكن ربما تقدر يقولوا ان قبل الفجر كتكون تكون صادقه وبعد يعني ممكن بالتوفيق، لانه حتى في اختصاص ديالنا ماشي التاويل ولكن غير في بعض المعلومات كنقولوا ان شاء الله. يعني الاخت ديالي اقول وبالله التوفيق، يعني الاخ الكريم سال هذا السؤال على الخوف. الخوف يا اخي الكريم يعني ممكن الانسان ولو مره واحده في الصغار ديالو او في الكبار ديالو او عند حدوث مكروه لا سمح الله، فكي كي كيبقى هذا الخوف عندنا دافين في اللاشعور في العقل اللاواعي، وكيبدا يعني مره كيحدث عندنا هذا الخوف يعني مرات يعني تلقائيا كيصدر. فيعني شنو خصني نهيئ نفسي انا باش نكون مهيئ لاي شيء باذن الله. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هذه اللي عشنا معها. قل لن يصيبنا الا ما كتب، غادي يمشي الخوف غيطير في المكان في اللحظه وفي التو غيمشي في حاله ان شاء الله. ثم الاخي فاضي سالتي على المنامات، سؤال وجيه وفي محله. يعني اقول يا اخي بالنسبه للرؤى يعني بعد صلاه الصبح مزيانه، كاين الناس اللي صلى ورجع واحد الغميضه، مثلا كيكون في يامات المصيف كيكون الفجر مع الربعه او ثلاثه الصباح ما يمكنش الانسان كيبقى فايق هذوك السوايع كاملين، ممكن يصلي. الا كانت وصل الانسان في الوقت كيكون هذه الرؤيه تكون صادقه، قبل الفجر كتكون صادقه. يعني حتى الرؤيه اختي سلمى اللي كتكون بعد في القيلوله قبل العصر صادقه، نعم حتى هي فيها الصدق ان شاء الله. وبالتالي ما يعني شفناه حسر فهو حسن، يسمى يجي في اي وقت، وما هو يعني غير حسن فاستعيذ بالله من شره واسال الله خيره فانها لا تضرك ان شاء الله. ان شاء الله. امينه مدينه الدار البيضاء، السلام عليكم امينه. اذا فقدنا التواصل مع امينه، قرب بعد الاسم او امينه. الو امينه. الو امين. الو لالا مرحبا بامينه تفضلي. الله يجازيك بخير، بغيت نهضر مع استاذ. ايه هو معك. مرحبا. الله يجازيك بخير استاذ، عافاك انا معصبه بزاف لواحد الدرجه ما تصورش على بالك. بخير ان شاء الله. نعم اختي. وتنبقى نغوت على ولادي. نعم اختي. بزاف لواحد الدرجه ما نقولش لك، الله يجازيك بخير لما يدعي معايا خاطي يلا امور ديالي ان شاء الله تعالى خير ان شاء الله. تسمعي ان شاء الله. بسم الله عز وجل، هو يصلح بالها ويهديها ويصلح بالها ثم يصلح لها الدريه ديالها. وثم اختي يعني من باب النصح والنصيحه، لانك يعني واذا استنصحك فانصح له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق المسلم على المسلم المؤمن. فاذا استنصحك فانصح له. من باب النصح اختي والمستمعين، يعني عاملي اولادك بطيبوبه وحاولي يعني تتعاملي معهم بطيبوبه ان شاء الله تعالى باذن الله، لانك يعني تحملين رساله تجاه اولادك. فبالتالي الأخت فاضلة الله يخليك، هذا القلق كله من الشيطان، استعيدي بالله من الشيطان الرجيم. وثم يعني تحاولي عوني نفسك على هذه الرسالة ديال الأولاد ديال راه إلا ربيتيهم على القلق ثم يخرجوا مقلقين، يعني نبستيهم بشي كلام سيء ثم يخرجوا يقولوا فمه، ويوما ما غادي تبدي تضربيهم وانت هي اللي سببتي لهم في هذه الحالة. فإذا نجد بعض الرجال كيسد ولدو كيلقى واحد الوقت بدا كيتناول بعد كذا ولا كيمثل كيحط مثلا عير قلم فمه يمثل أنه كيدخن وما دخلش لا سمح الله. فانت اللي يجيب لك الضيطه، انت اللي مشيتي تجيب لك العلبه كذا انت وكتضربه من بعد، انت اللي خصك العصا مش هو. فبالتالي اصلح الله اولادنا جميعا ان شاء الله. اذا نقراو بعض الاس ام اس على 5566. امين من رباط كيقول انه ما كيجيش نعاس بالليل. ما كيجيش بنعاس بالليل، هذا الارق يعني في يعني هناك حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول فيه اذا انتابنا الارق في الليل بعد ما نذكر اذكار نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذكر الله نقول اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، اللهم أهدئ ليلي وأنم عيني. هكذا كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصلي على رسول الله بعدد معين يعني أعقد عليه العزم في ذهني، يعني ثم نبقى نصلي على رسول الله غادي يجيني المنام لا محالة بإذن الله عز وجل ان شاء الله. سلام قالوا لي عندك العين والحسد والتوكل حيت ضعفيت بزاف وديما سخفانه مع الم في الظهر. نعم حاله التوكل اختي موجوده لا ننكرها على الناس، ومن يعني مش ما نبداوش نهضموا في الحقوق ديالهم. واتاني العجب العجاب اختي سلمى، نعم وانا في مركزي في هذا الشهر، لعل السامعه تسمعني الان يعني وحضروا لها الناس اللي كانوا عندي في المحل، يعني سبحان الله اكلت سموما فتوفيت احدى اقارباتها يعني بعد 7 ايام، لكن هذه الطفله الاخرى عاشت برحمه من الله لطف من الله. ثم هذه الاخت مسكينه يعني ما تركت باب ديال الاطباء الا دقاته، نعم فيعني ادويه كثيره حتى يعني طابت لها المعده.
فجاءتني هكذا هذه الفتاة يعني وقد يعني تحطمت، لأنه آخر يعني طبيب قال لي غادي تمكتيني بهذا السموم في الجسم ديالك حتى تموتي، فيعني حطمها ويعني احتراماتي لجميع الناس المختصين، فحطمها معنويا ونفسيا. فجات عندي هذه البنت يعني تجر أديال الخيبة وراءها، ثم طرقت بابي مستنجدة بالله عز وجل، أما أنا إلا سبب. فيعني هدأت من روعها وعطيتها يعني خلطة يعني عبارة عن عسل وبعض الأشياء بسيطة إن شاء الله تعالى وأشياء عندها في المنزل. فاستعملت الخلطة مدة يعني شهر، عوفيت من 4 مسائل كانت يعني بالضخمة بمكان والعدب، لحتى الطب ما فهم فيها ولو، أنا أقوله بصراحة هكذا. فشوفيت البنت ومن فرحتي خرجت عند الناس اللي عندي فكيتسنوا في الطابور عندي، قلت لهم جاب الله الشفاء علي هذا السيد هذا الحمد لله. وما زلت معاه في التركيبة الثانية دي 40 يوم واحد أخرى، فشوفيت بإذن الله نعم. وأنا ما زلت أنقلها يعني في السموم اللي بقى عندها في الجسم ديالها، يعني اللي هي طفيفة كي يعني ما تطيحش في مشكل آخر. فهاد السموم موجودة، فالأخت هاد السائلة أقول لها إذا كان عندها السموم تستعمل يعني ماش كنقول لكم سيروا هيجوا المعيدة نعم. وإياكم وإياكم راك تخرجوا على المعيدة. أختي سلمى نفكروا شوية عقلانية، إلا كليت السموم هاد البنت اللي جات عندي كلاتهم يعني في عرس نعم. وشفت المرأة اللي أعطتهم الصديقة اللي توفات وهي عاشت بإذن الله عز وجل، ثم بالتالي هاد السموم إلا جات عندنا كل اللي جات عندنا 10 سنين وكلا 15 عام واش هاد السم بقي في المعدة؟ المعدة الفضات والأمعاء يعني داز في عملية الهضم، يعني نخدمو شوية عقول نعم. إذا فين مشى؟ استقر في الكبد التي تمتص السموم من الجسم نعم. واستقر في الأمعاء يعني في شعيرات كذا، واستقر في الدم يعني في الدورة الدموية نعم. ثم خلق لنا مشاكل يعني حكة وتقشار ودوبول وضمور كذا، فيفقدي مجيو في التنقية ديال الجسم. هذا هو العلاج من التوكل. أما باش نهيجوا المعدة هذا حمق نعم. راه الانسان ملي كيستفرغ كيلقى راحة، ولكن من بعد غيهيجا وغادي يخرج على الغشاء ديال المعدة ويبدا هلم جرى عند الاطباء ان شاء الله. نعم واضح الله يهدينا. سلام اختي، انا هند بن ملا، كنشكركم على البرنامج، استفدنا بزاف الحمد لله. انا عندي مشكل قريب ليا الامتحان وما قدرتش نركز، كنبغي نحفظ وكيتزير عليا راسي وكيجيني نعاس وتعسرت بزاف لدرجه مابقاش كنحس بالراحه كيف كانت، ودابا شايفه بزاف، عافاك شنو نقدر ندير يعني؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، دائما ادفع بالتي احسن، وإما ينزغنك من الشيطان ونزغن فاستعيذ بالله، دائما الطمأنينة السكينة هكذا، راه دائما خصنا نتغافروا مع الذات ديالنا، تسامحوا مع الخاطر ديالنا في ذاتنا الداخل باش تنفسنا تسمح لينا وما يبانوش فينا الاعراض ديال القلق والامراض. راه خص اقول اختي سلمى بصراحه نتسامحوا مع الذات ديالنا باش هي تسامح معنا وما تمرضناش نعم. هكذا ما يوقع لنا لا انهيار عصبي ولا هذا ولا هذا، يعني القلق كيدير حتى التالون، القلق كيدير يعني الحكه، القلق يدير الصدفيه، القلق يدير بزاف المشاكل. كنا كنتقلقوا الحمد لله كنتقلقوا، ولكن ما يكون القلق المفرط اللي يمنعني يحرمني من النوم يحرمني من المعاش ديالي اليوم يحرمني هذا غادي الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى الضيد. واسال الله لهذه البنت هو يعافيها، ثم بالتالي ارقي نفسك ان شاء الله بمعوذتين فيها خير ان شاء الله. واضح. السلام اختي، قعف قري ميساج ديالي، انا صفتك شحال ميساج وما قريتيش، اذا انا اللي يعني اللي ميساج اللي كيوصلوني كنقراهم، يعني كنحاول انني ندير الخاطر لكل شيء كما تيقولوا. عافاك اختي، انا عايشه حياتي معذبه وما عرفتش ملي ديما مقلقه ومعصبه، عندي صعوبه في التنفس وديما سخفانه، مشي دوس عند طبيب، درت تخطيط ديال القلب وتحاليل ما عندي والو، مشيت عند الدكتور ديال الاعصاب قال لي ما عنده والو، عطاني شي فيتامينات ما دروا لي والو، ودتني الام ديالي عند واحد راقي قال لي عندك عكس في الزواج ومس عاشق وتوكل، ودابس معاه حيت بقيت كناقشوا ما عجبوش الحال، وقلت الام ديالي ما بقاش نمشي عنده. تخلقات من الام ديالها، قالت انا الحمد لله كتصلي كتقرا القران اذكار كتقوم لي المره مره، ما عرفتش هذا العكس مناش، حتى زوج ما كاينش سرش، عندها 27 سنه، وقالت انها كتحلم دائما بان شي حد كيتعدى عليها في الليل. على اي حال يعني عندها ثلاثه الاسئله وواحد السؤال عندي نوجه لها فيها النصح اختي سلمى. انا يعني وقفت وقفه يعني الاخت الفضيله اللي شفاها الله وعافاها، ثم بالتالي اختي لا تصدقين يعني من قال لك يعني هذا راه مشكل كبير، يعني انا بغيت نشوف شي من الراديو اللي كيشوفوا فيها التحليلات كيعطيوها الناس في البلاصه، يعني مس عاشق ثم مأكول من السموم يعني توكل، ثم عندك يعني السحر ديال كذا نعم. ديال تعطيه الجوج او كذا، فهذا تضخيم. لكن اختي الفاضله اقول الاحترام واجب، راه الا ما كانش احترام ديالنا، شوف حريتي كتنتهي عند حريه الاخرين، سمعوها، حريتي كتنتهي عند حريه سلمى، وبالعكس يعني عاد وقس على ذلك، يعني ماشي غادي تمشي عند الراقي
عندك تصحبي راه كاين الرقات عندهم جمعيات وعندهم جهات مختصه راه ممكن كيقدر يرفع عليك حتى الدعوه الا غادي تنابزيه هو في المركز ديالو. فبالتالي يكون بينات الاحترام. هل انت مشيتي نابزتي الطبيب غادي يخرجك في البلاصه ويغوت لك على الناس المختص. فبالتالي اقول الاحترام يكون واجب اختي وما تقلقيش مني لاني احبك في الله يعني ما تعاودش عندك الكره. فسالتي ما عجبكش احتفظي بالراي ديالك واحتفظ هو برايه ونخرج مره كره سلام لا نبتغي الجاهلين. نعم لا نبتغي الجاهلين نخرج من عنده. فبالتالي اختي انا انصحك نصيحه يعني طلبتي مني النصح اعملي لك صوره طه ان شاء الله تعالى فيها خير وحبذا الا درتيها كل الجمعه يعني ان شاء الله ليله الخميس وشربي منها اختي واغتسلي ومن بعد تحسي براسك راك لاباس ومن بعد سيري على الدراقيب ما تسوليش قولي غير رقيني فقط. نعم راه يقول لك خير. واضح شكرا لك استاذ غنتوقفوا مع اذن تقبل الله صلاتكم. ماذا مواصل معكم دائما مع استاذ فؤاد فرقاني الادريسي متخصص في العلاج بالرقي الشرعي والطب النبوي. اذا رجعوا دائما مع اسئله ديال المستمعين. السلام عليكم معافك استاذ انا ام ديال 4 ديال الاولاد متبوعين ليا بالعين نصحنا استاذ وبغيت نسولك واش الحبه السوداء مزيانه للعين؟ لا علم لي بهذه المساله. ثم يعني ممكن يعني العين ممكن ناخذوا البابونج ناخذوا الترفاس هادو كلهم مزيانين ان شاء الله تعالى هادو مفيدين يعني بالنسبه للاولاد ديال ان كانوا كبارا يعني يمشيو يرقيو نفسهم مع الدراقي وان كانوا صغار يرقيو متي في البيت او لبه. نعم المعوذتين المعوذتين وايد كرسي. سلام اختي سلمى انا منيره من خليبقه بغيت استاذ يدعي معايا انا باغي نتزوج ان شاء الله. نعم أسأل الله أن يبارك لك في زواجك ويفتح لك الأبواب ويرزقك الزوجة الصالحة إن شاء الله تعالى. سلام أنا سارة من بني ملال عندي واحد مشكل قالت لي أختي كنعس بالليل وكنزيع على أسناني لدرجة الصوت كيتسمع وكنبقى نغوت والمشكل الثاني ديما مخنوقة وطيح علي الضيم وكنبكي بزاف وبارفوا قلبي كنحس به بغى يخرج من بلاصتو ودابا عندي امتحان تاع الباك وهذا الشيء مأثر عليا بزاف. الله يعطيك الصحة. نعم مرحبا. هذه عند أختي يعني مس بالوسوسة الخارجية وعندها معاها مشكل هذه البنت لعل ولا أعلم الغيبة ولعله هذا هو الحادث بإذن الله عز وجل. فأقول لا ترقي نفسها بدون ما تشكر عندها مس عاشق ولا كذا. انا ما قلتش لك مس عاشق ارقي نفسك فقط ان شاء الله تعالى غادي تكون لاباس عليها ان شاء الله. فاتين 21 سنه قالت هذه 10 ايام جاها وسواس كيقول لها غتموتي وكتفكر فيها نهار كامل ولات كتخاف وكيجيوها نوبات رعشه شديده وغصه مستمره في الحلق وتعب شديد وارق. لا ان شاء الله تعالى غادي تمر 10 ايام وتلقايك باقا كتاكلي الماكله ديالك والحلوه وناشطه وما كاين حتى مشكل. هذا تخويف من الشيطان. الا شي واحد عنده الكونترا عنده يعني مع صدر بي امتى غيموت يوريها لنا. اما توعد هذا كله كذب من الشيطان نعوذ بالله يعني. نعم سميره قالت عندها مس عاشق دات رقيه منذ 3 سنوات لكن قال لها الرقي عندها مارد ساعدني جزاك الله خيرا. مارد؟ نعم مارد كذاك واخا خير ان شاء الله تعالى. الا كان عندك ماء يعني الناس يوسعوا العقول شويه. الا عندك مارد وقال هو قول لي خرجوا لي يخرجوا ما دام عندك قدرات يعني تعلم بها هذا الغيب ولا يعلم الغيب الا رب العزه سبحانه وتعالى فيعني خرجوا مني هذا المريض والا الكلام ديالك يعني لا اقبله. نعم واضح. ما عندكش بينه قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين هكذا ان شاء الله. واذا تبينك اختي الاخرى وكتحسي وكتنتبك بعض الاشياء اللي هي كتبت المس الروحي فعليك بالرقي ان شاء الله. اذا دائما مسحوا ارقام التواصل لكم على 0522 30 10 30 او على 5566. السلام عليكم انا فريد من تيزنيت انا كنتعس بزاف وكتجيني الوساوس وكتضيق لي نفسي وهذا الشيء كيجيني غير مره. عليه بذكر الله عز وجل وقراءه سوره يوسف ويرقي نفسه. السلام استاذ انا كنعاني من القلق بزاف ديما مقلق. عليه بذكر الله الا بذكر الله اطمئن القلوب. تحياتي لك سلمى استاذ. واش كاينين رقات معترف بهم يقدر نلتجئ بهم نلتجئ اليهم عفوا نلتجئ اليهم؟ نعم اختي اختي سلمى. نعم مساله ديال الرقات والحجامه في المغرب وكذا ومشي في المغرب في البلدان السعوديه بدورها الان عمليه ناجحه في نجحت في الدول العربيه منهم السعوديه وفي البلد الشقيق الحبيب الجزائر كذلك. نعم. يعني شعملوا عملوا واحد الاماكن عادوا كيكونوا الرقات اكاديميين يعني هو ما ننتهجه الان يعني غادي تكون عندنا الفورماسيون ان شاء الله باذن الله غادي تكون عندنا في شهر 10 باذن الله عز وجل ان شاء الله باش نبداو نكونوا رقات وراقيات يكونوا متكونين ومتمرسين مزيان وعندهم ما يقولوا في الميدان ما يبداوش يعبثوا بعباد الله ويلعبوا بهم. فبالتالي هذا خضم كبير. الى جينا اختي الاحصائيه هاتي راه كم ما تقدرش عليه لا الحكومه ولا التحد. عرفتي علاش؟ لانه من بكري ان كان العلماء حنا شنو الدستور ديالنا وعندنا كذا منهجيه عندنا المقدسات
نعم. فلا هذا ما يقول العلماء. العلماء يثبتون الرقية الشرعية. نعم طبعا. نعم وحكام ملوك شيء سلام الله اللي يثبتونها. فما يمكنش واحد ينفيها. اللي ينفيها غادي يوقفوا لي المعلماء. نعم. جميع الأزهر المشايخ كل شيء. كل شيء غيوقفوا. فبالتالي اش خصنا نديروا؟ تنكر على شي واحد يقول الرقية. ما تقدرش تنكر عليه. لكن خصنا التقنين. نعم. باش تنكامش الظاهرة ديال الخروقات. لا نعم. أقل. خصنا نجيبوا هاد الناس ونبداو نحفظوهم ونجمعوهم هنا اللي كتكلف الدور كجمعية. مثلا أنا الآن أتبنى جمعية اللي غتقوم بهذا الدور. فإن شاء الله تعالى غيكون خير إن شاء الله. إن شاء الله. وغيكونوا الناس رقات وبالتالي لا نعمم كاين الرقات والله نزاء. ما شاء الله ماشي كل شيء عندهم خروقات. نعم واضح أستاذ. إذا نمشيو ناخذوا زهور من الرباط. السلام عليكم زهور. وعليكم السلام لاله. مرحبا زهور تفضلي. كنشكركم لاله على هذا البرنامج انك كتشجعونا وكتوعيونا ولا كثر خير الأستاذ. الله يخليك لاله. انا عندي واحد المشكل. كنحلم بزاف وكيجوني لذاك احلام خبيثه. وكنمرض في صحتي عندي 40 سنه ما مزوجاش ومريضه شويه في صحتي وبغيت ندير الرقيه وبغيت النميرو ديال الأستاذ. نعم إذا كما سمعتي زهور يعني كما ذكرنا من أول الحلقة ممكن تصل على 05-22-33-83-04 إذا أعي 05-22-33-83-04 يعطوك الرقم ديال الأستاذ ولا ممكن تدخلي على اليوتيوب ديري عنوان مركز الأستاذ فؤاد فرقان إدريس غتلقاي الرقم والعنوان. عبد الكريم من مدينة الدار البيضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا. عبد الكريم كنعتذر ما كنسمعكش مزيان يعني الصوت منخفض بزاف. الا قدرتي تعاود تواصل معنا دائما على 05-22-33-10-30 باش نقدروا نسمعوك بشكل افضل وايضا تسمع الاجابه ان شاء الله. كل شفاء لكل مستمعين كل مسلمين في مكانه. اذا معنا خديجه. السلام عليكم. انا خارجه من مدينه الدار البيضاء بغيت من الشيخ يدعي معايا حيت كنحس براسي ما عنديش الزهر ومازال ما تزوجش وبغيت ندير الرقيه عنده وما عرفش فين وجزاكم الله الف خير. يعني الا ذكرتها خرجت انت ليك شي استماع ممكن تصلي على الاذاعه وممكن تدخلي على اليوتيوب ديري عنوان مركز الاستاذ فؤاد فرقاني ادريسي وان شاء الله تلقاي المعلومات العنوان ايضا رقم الهاتف. اذا نرجعوا للاس ام اس ديالكم على 5566. عفاك أستاذ ذكرني بالرقية ديال العين الأطفال الصغار. نعم فاتحة الكتاب فواتح سورة البقرة آية الكرسي أواخر سورة البقرة سورة الإخلاص والمعوذتين. نعم هذا إن شاء الله مرة مرة ولا ثلاثة ثلاثة فيهم خير إن شاء الله تعالى بإذن الله. السلام عليكم. عفاك قري المساج ديالي. معكم ريم من تيزنيت. عندي مشكل في الوزن في ظرف 3 سنين نقصت 12 كيلو في دابا 42 كيلو في عمري 25 سنة ما خليت ما درت حتى عييت والله كندير رقية. قالوا لي الناس من العائلة شوفي كما توكل يعني ما عرفتش شنو دير. نعم خير إن تأكد إلا كان إلا كان توكل خصها تعالج منه هو الأول. ثم كاين أختي يعني الديدان ديال الأمعاء حتى هي ما كتخليش الامتصاص ديال الأمعاء باش ياخذوا حقهم. نعم. فهذاك باش يزيد الإنسان في الوزن خصها تشوف العلة المرضية ديالها. إلا كان توكل خصها تنقى منه كان يعني شي حاجة تشوف طبية شنو كاين ولا يعني يعني قدر الله وعاوتاني اتصلت عليهم ما كان عندها حتى إشكال فهذا نقدروا نفيدوا بشي حاجة إن شاء الله. إن شاء الله. سلام أنا عندي سحر مأكول كيفاش نتخلص منه وشكرا. السحر المأكول عنده طريقة في الطب النبوي نعالج بها اللي بغاها مرحبا به ولكن الناس اللي كيعالجوا به. نعم. سلام أنا عندي بوم زوي ضرني في المصران ديما ألم في المعدة مع النحافة. فيه كاين في الطب البديل ما يغني عن ذلك إن شاء الله يدير الدواء ديال الطبيب ويساعد إن شاء الله. إن شاء الله. فاطمة الزهراء 29 سنة عندي التهاب في الوالدة ديما كينزل عليا دم ويعني ولما يعني حتى في الجماع كذلك نفس المشكل. باش نصحنا استاذ الله يجازيك بخير. تشوف النصيحه ديال الطبيبه ديالها هي الاولى. انا ما عرفتش شنو هاد العله. نعم اسال الله ان يشفيها ان شاء الله. محمد من اكادير. السلام عليكم محمد. السلام عليكم. السلام وعليكم السلام. مرحبا بك محمد. اختي بغا نهضر مع الدكتور. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام اخويا. يعني دائما اكرر انا لست دكتور يا اخي ما تحملوني شي حاجه ما عنديش انا استاذ فقط. مرحبا بك اخويا. اخويا انا عندي امتحان الباك ومتوتر بزاف. نعم لدرجه انني اي حاجه كنحفظها كتمشي ليا وهاد الحاله معصباني بزاف مع العلم انني
متفوق في الدراسه الا ان هذا الامتحان في الباك ما عرفتش اش كان عندي تخوف. نعم ان شاء الله خاف الاستماع غنجاوبك. حتى استاذ يعني النصيحه للناس ديال الباك او كاع الطلبه اللي عندهم امتحانات يعني لو يعني نعطيهم واحد الوصفه ممكن تساعدهم يعني حتى من العسل او من فواكه الجافه اللي ممكن تدعمهم وتخليهم يركزوا اكثر. جميل سؤال جيد. انا كنقول 13 حبه من اللوز. 13 حبه من اللوز. نعم اللبان ذكر ولكن لا انصحوا به، غادي يمشي عند الباعه وبداو يخربقوا عليهم بداو يعطيهم شي حاجه، حيت كاين اللبان اللي فيه ما يستعمل للنسيان. نعم. وفيه اللبان ديال البخور فغيدجلوا عليهم ويعطي اللي غادي يقدر يهلكوا في الصحه، فانا كنتفادوا هذه المساله. كنقول لهم 13 حبه ديال اللوز. اللوز مفيد للدماغ، الماكله ديال عيل الجمال اللي هو يعني من باب التذكير يعرفوا الناس شنو عيل الجمال، هو القرقع. نعم عيل الجمال هو القرقع، يعني 28 غرام مزيانه الكالسيوم العظم اللي عنده خصص فيه هشيش العظام وتنمي يعني من القوه الدهنيه. يعني هادو كله مزيان، يعني يشموا رائحة الزهر، يعني هذا الزهر ديال الليمون مفيد. إيه. يعني ينمي الذاكرة، يعني قراءة سورة سبح مفيدة، يعني سورة الضحى مفيدة إن شاء الله تعالى بإذن الله، لأن سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، هادو كله ثابتا. ثم دائما أقول الطالب أو الطالبة من اللي يبغي يحفظ يأخذ الحفظ وهو فاطر وفي الصباح الباكر، يعني كيتنقش الحفظ، ثم أمر على الورقة وأكررها نصورها ككاميرا بعيني كنسطر فيها الدروس ديالي السطور ديال هذا، ثم اكرر وعند التكرار يحدث الاقرار، التكرار يحدث الاقرار. نعم. ثم بالتالي يعني ناخذ ثلاث ديال النفس شهيق وزفير. نعم. تنفس باش كيوصل بواحد الاكسجين للمخ بواحد الطريقه سليمه. ثم كيبدا كيتنمى الدين وكيبدا كيتفتح، ملي نعيا نبدل ساعه باخرى ونعاود نرجع عاوتاني كذلك، وهكذا غادي تثبت عندي الحفظ ان شاء الله تعالى باذن الله. ان شاء الله. ونتغلب على الخوف مادام انا هيئت الدروس ديالي وحفظت المسائل ديالي، علاش نخاف؟ نمشي ندخل ان شاء الله بصدر رحب والله عز وجل ونقول يا ربي تيسر ربي غادي يفتح لك ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. شكرا لك استاذ. نعم. وشكرا للاتصال ديالك محمد. اذا كانت من النصائح يديروا بها ان شاء الله الطلبه ديال البكالوريا وبالتوفيق والنجاح يا رب. بوشعيب بن ازمور، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا سي بوشعيب، تفضل. الحمد لله، جزاك الله خيرا. بغيت نسال الاستاذ على واحد الحاله حضرت فيها واحد السيده كانت تزوجها في براجلها، وما يعني من الليله الاولى اللي قاسها ما عاودش قرب ليها سبعه اشهر، ما خطرش يقرب ليها، كانت يعني كانت تاكل نفس الليل. نعم. وبقات هكا سبعه ديال الشهر وما كتاكلش معها الطبله وما كتجلسش معها وما كتدخلش لبيت الناس، وحتى ديناها عند واحد السيد نعتو لينا كلين في الاقليم ديالنا نيت قليله مشتوطه. نعم. فاش جيناها عنده قال لك ودي عندها المس ديال الجن وساكنه شله ديال الجنون وساكنه لها حتى في الدار. نعم. وبطريقته هو ما دار لا رقيه لا والو، بطريقته هو خرجهم هذيك الساعه، دار شي خدمه ديالو هذيك الساعه خرجهم وعطاها شي سبوب باش تترشى في الدار وداك الشيء ورشات وتشافت. واش ممكن هذا الشيء اصلا يكون؟ بغيت نسول الاستاذ واش هذا الشيء كاين ولا ما كاينش؟ خيرا ان شاء الله. ان شاء الله نجاوبك ابو شعيب. نعم، هذه السيده تعالج بالايحاء بالبلاسيبو. نعم. وان كان هذا الرجل لا يحسن العلاج بالبلاسيبو لكن بطريقه فنيه استخرجه، يعني احييه، يعني وهذا ما نريده، لكن من غير الدجال ومن غير نصب. نعم. يعني ياخذ حقه وخرج هذا، علاش؟ لانه لعل هذه الفتاه ليله العرس احست بشيء، وهذا كيجيو من هذه الحالات، تيقول لك انا تسحرت ليله العرس، انا جاتني حاله مؤخرا. نعم. يعني ديال السيده ست سنين ما يعني ما كاينش جوج، يعني استحي من المستمعين. نعم. ما كاينش دخله ما بينها وما بين جوجها. نعم. فجات عندي هيأتها هي والجوج ديالها، مشى كان يعني تجوج بها، يعني سبحان الله. فهي كتقول عندي سحر، حيت لي انا داك الشيء من الدماغ ديالي الفكره. نعم. لا اقل لو كان عندها خوف كذا، هذا يمشي يعني لا 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 اقل ولا اكثر. واضح. مجدولين من اكادير، السلام عليكم مجدولين. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. رجعنا اختي لاباس بخير. الحمد لله بارك الله فيك مجدولين. كي داير استاذ؟ مرحبا مرحبا بك مجدولين. انا عندي مس. نعم. مس من جن شيطاني وكيعذبني وبلي ما كنبغي ما كيديني نعاس حتى كيودني الفجر، مع ذلك انا كنصلي وعزيز عليا عزيز عليا نتفرج على القران، وفاش كنهز مثلا باش نقرا القران ما كنقدرش كيضيق عليا السبب ديالي. واخا مجدولين، هاد الجن كتشوفيه كيعذبك؟ كتشوفيه؟ لا ما كنشوفوش. وكيفاش كيعذبك؟ كيفاش؟ غير عندي الحراك كيجيني شي حراك في ظهري ورجلي ما كنقدرش نوض. يعني ما ضربك حد بسمطة ولا ضربك بشي عصا ولا هذايا؟ هو من باب العذاب يعني، ما كتقولي جن كيعذبك؟ لا لا. عي كتحسي؟ كيعذبني كنحس به، كاين ولكن ما كنشوفوش، غير فاش كندير هكا الرقيه ولا شي حاجه عند واحد الراقي كنحس براسي بحال الا كلشي الدات ديالي بحال الا هو كان العصا.
كتك خير ان شاء الله تعالى واخا ان شاء الله نجوبك لنا ان شاء الله, إن شاء الله. يعني هاد السيدة ان شاء الله تدير الرقية ديالها ان شاء الله تعالى, وحاولي يعني ملي تعملي الرقية ديالك اذكري الله عز وجل, وانصحك استعيني بآية الكرسي يعني من 7-11 مرة 17 مرة دائما تاخذها يعني وتري. نعم. عدد وتري غيكون يعني يقرا على الرقي وتعاود هي هادشي براسها في الدار ان شاء الله تكون تحصل على النتيجة وتبدا تحيد ترمي الوسواس شوية ان شاء الله. ان شاء الله. اذا نقراو ايضا بعض الاس ام اس على 5566. سلام, انا رشيدة من سلا, انا عارفة عندي العين والعكس عارفة كنصحني استاذ وشكرا. الرقية. سلام, انا كنحلم بزاف بالتعابين كيبغيو يعضوني وشكرا. تعمل الرقية ان شاء الله. عبد الرحيم من اكادير, كيجيني صداع في راسي وضيق في النفس, مشيت درت الرقية قال لي الرقية عندك مس شيطاني لا ينطق, ارجوك اريد جواب, جزاك الله خيرا. حيث ما نطقتيش المس اللي فيك اخرس وابكم, هذا هو هذا هو يعني هذا حجتهم ومبلغهم من العلم. فبالتالي ولدي الاكتشاف وكتقرا وكذا وياك ياك راه هادشي غيقدر يضمرك, ارقي نفسك وما يعني ما تلتفتش للتشخيصات, دير الرقية بدون التفات إلى التشخيصات وشفاك الله. نعم واضح. السلام, أنا عبد العليم بن ملال, كيجيني الوسواس وكيتحبس فيا النفس. يعني هذه حالة نفسية مقرونة بمس الشيطاني عليه بالرقية ثم أخذ الدواء ديال الطبيب النفسي. سلام, أنا يعني إذا هاد الشيء الأحلام كما قلنا ما كان نجاوبوش عليه, كان أعتذر منكم. عافاك أستاذ, أنا عندي أحلام مزعجة وعندي مشكلة في الزواج وعندي خوف كبير بحيرة إلى دخلت شي بلاصة غيشتني شي واحد. هذا الخوف يعني قلنا يعني قدمنا من قبل قلنا يعني ذكرنا أكثر من مرة. فبالتالي عملي الرقية إن شاء الله وتوكل على ربك وإلا بذكر الله يطمئن القلوب. السلام عليكم, معكم مريم تيزنيت. قال الأستاذ نشوف تحاليل الطبية, عندي كل شيء مزيان مع ذلك الوزن ديالي ديما 42 كيلو ونضيف. الأستاذ كنحلم كناكل في النعاس دائما. إذا غادي نمشيو غادي نمروا للتوكل. التوكل يعني إلا خديت الأدوية ديال الطبيب فبها ونعمة, جابت النتيجة مزيان داكشي اللي بغينا هو الأول مسبقا. الى وقعت عندي بعض الاعراض جانبيه غادي ندوز للطب النبوي والناس مختصين فيه موجودين, ومرحبا بك في اي وقت ان شاء الله. السلام عليكم استاذ, الله يخليك, انا ما كنعش بالحريق ديال الراس, ما خليت فين مشيت, قالوا لي عندك شقيقه يعني الناس المقربين. نعم. نعم. ولكن مشيت عند الاطباء المختصين قالوا لي ما عندك حتى شي حاجه وما عرفتش هذه المساله. نعم اختي, هذه الشقيقه يعني شقيقه ديال الراس اللي كيكون الم نصفي, هي عند اسباب عديده, من بروده في الدماغ, من ابخره متصاعده من المعده, عندها بزاف الاشياء الطب كيفصل فيها. بالتالي يعني انا اقوله يعني باب النصح انها تستعين بالحجامه في الاخدعين وفي ام مغيط في الراس الفوق, ويعني عندها تنقيه ديال الدم يعني بالعسل والماء على الصباح ان شاء الله غادي تحصل على النتائج ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم, اشكركم على البرنامج, بغيت نسول حضره الشيخ عن مساله في الوقت اللي كيبغي الراقي يخرج الجني, كتحس امي بالم حاد وكيقول الراقي تيقول لها قولي اشهد ان لا اله الا الله, ولكن السؤال المطروح هو حينما تقول امي وهي واعيه بما يجري حولها وتردد اشهد ان لا اله الا الله, في هذه الحاله بغيت نعرف شكون اللي كيقولها, واش الجني ام الام ديالو؟ اكيد امك. نعم هي التي تقول. اذا يعني لا يحتاج الى سؤال, يعني هذا السؤال لا يحتاج يعني الى جواب, يعني الام يعني في كامل قواها العقليه يعني حاضره في المحيط ديالها عايشه حاسه به. فبالتالي لا هنا يعني هذا توهم من الراقي لا اقل ولا اكثر, او مسكين عنده يعني خطا, فبالتالي هي ما عندهاش يعني اللي كتكلم تقول. لكن احيانا يكون يعني الوحي من يعني هذيك من الشيطان وتتكلم المريض, هذا نثبته علما يعني كيكون مس خارجي هو تيقول لها يوسوس لها بالكلام وتنطق يعني كانه الجني هو ينطق على لسان المريضه او المريض, هذا يعني نؤمن به وهذا موجود. فالراقي خصو يكون عنده الحيطه يعرف كيفاش كيتعامل مع هذا وبدون ضرر بالمريض, يبدا يتعامل معه بفن يعني رفيع في في الطب ديال الرقيه وغادي تخلص من الحاله ديال الشيطان هذا الملازم السيده بالوسوسه. سلام اختي سلمى ودكتور كنشكركم بزاف, بغيت نسول دكتور, انا كنت درت الرقيه عند راقي وقال لي بلي فيا مس عاشق ولكن تعكس لي الزواج بزاف, وملي سبعت الرقيه حسيت براسي بديت كنشافى الحمد لله, ودابا ثاني وليت كنحلم باحلام مزعجه وكنطيح بزاف وكنتخلع بلي شنو ندير استاذ؟ خاص ترجع عند الراقي ديالها تقول له المس العاشق اللي كان فيا ارجع ليا. نعم لا ايضا سلام, عافاك اختي, عندي الاخ ديالي مزوجه ما ولدتش يعني دائما عندها مشاكل, شنو ممكن انها تدير؟ دابا المده ديال 14 سنه ما ولداتش. ما ولداتش, الا ما عندهاش اختي سبب طبي ترجع للطب البديل والرقيه الشرعيه تلد ان شاء الله مع الدعاء ربي لا تدرني فردا وانت خير الوارثين.
ان شاء الله استاذ دائما كنشكرك على كل معلومات اللي كتفيدنا بها. اكيد ان شاء الله موعدنا كيجي معك غدا ان شاء الله دائما برنامج حصن نفسك. شكرا لكم الناس اللي تواصلوا معنا على 0522 30 10 30 على 55 او ايضا خير فيسبوك.